تم افتتاح ردهة الأورام السرطانية التخصصية اللي مرقميها بالمستشفى أي في مستشفى البصر التخصصي للأطفال التعليمي من قبل معالي سي وزير النفط، إضافة إلى مدير عام دائرة صحة البصرة وكادر متقدم من شركة ENI الإيطالية. هذه الردهة تحتوي على 30 سرير تخصصي لعلاج أمراض السرطانية، وهي إضافة نوعية للخدمة المقدمة لهذه الشريحة من المرضى في مستشفانا. هي الردهة ردهة عامة نسميها ردهة أي. هاي الردهة العامة كانت تحتوي على 14 سرير غير متخصص، الآن 30 سرير تخصصي مخصص بالكامل إلى مرضى السرطان. تقدم هذه الردهة خدماتها التشخيصية والعلاجية لمرضى السرطان في محافظة البصرة، إضافة إلى المحافظات الجنوبية، كون هذه الإمكانيات غير متوفرة في مراكز الأورام في محافظات الجنوب. وبصورة عامة احنا بآخر دراسة سويناها 30 إلى 35% وقد تكون أكثر من مرضانا هم من خارج محافظة البصرة.